نص الملعب عمرو السوليه وديانج كابتن، والربط دايما في المباريات اللي زي كده ما بين الخطوط مهم جدا، اللي بيعمله خط الوسط. النهارده نجح عمرو السوليه وقالوا ما باتي هم نجحوا طبعا، وديانج. نجحوا. انا عايز اقول ان اليو ديانج هو بيبذل مجهود اكتر دلوقتي من عمرو السوليه، ولكن عمرو السوليه انا مش عايز اقول انه بقى له فتره وحش، لا، عمرو السوليه يمكن الماتش النهارده مش قوي، والماتش اللي فات بتاع السوبر. اما قبل كده عمرو السوليه في الحقيقه مستواه ارتفع جدا. بدأ دلوقتي كمان بيعمل حاجه جديده، انه بيغير ملعب من اليمين للشمال ومن الشمال، لما بيعمل لونج بول دي ما حدش في مصر كلها، صعب جدا تلاقي حد بيعمل لونج بول الله ينور عليك يا كابتن بجد، صح. سليم. والله صح، يعني ما انا الحاجات اللي هو التغيير من العكس ده. قبلنا ما كنا ما يعني احنا دايما لما الدنيا تتحشر ناحيه اليمين تحول ناحيه الشمال، ولما يبقى فيه دوشه ناحيه الشمال لازم تحول ناحيه اليمين. بقى لنا فتره ما بنشوفش اللونج بول ده. فبدأ عمرو السوليه يعملها، بدأ إلى حد ما عمرو السوليه يعملها، لكن هما الاثنين يعني عاملين شغل كويس. عاملين وجود اليو ديانج إدى تقل لعمرو وخلاه ما يبقاش يبذل مجهود لوحده. فرصة حسام عاشور خلاص كابتن بالنسبة لوجود الاثنين بص دول؟ بص أنا عايز أقول حاجة، يعني كواحد يعني من أفضل وسط الملعب في مصر، حسام عاشور قعد سنوات طويلة جدا أفضل هاف ديفندر في النادي الاهلي. طبعا ما بيجيبش جوان، يعني حسام عاشور جاب في حياته كلها 3 جوان، انما بيأدي وبيبذل، وعدم وجوده كان بيعمل خلخله في فريق النادي الاهلي. لكن خلاص بقى يعني هل خلاص عشان فكره التطور في المكان ده اختلف؟ لا، ما هي ده سنه حسام عاشور، لا دي سنه الحياه وامكانياته. لا زي ما انت بتقول اختلف، لان هو فضل على الريتم اللي هو من اول ما بدا بيه. ما هو النهارده انت عايز عمرو السوليه بيعمل حته الهجوميه وبيقدر عنده المجهود اللي يرجع تاني وبيلعبك كوره. حسام عاشور ما يقدرش يعمل الحته الهجوميه وما يقدرش يرجع تاني، على طول ثابت في وسط الملعب. ديانج بيعمل شويه برضو الحته الهجوميه وبيرجع تاني، بدليل ان هو شط جاب له جون ولا حاجه من شوطه من بره ال 18، وعندنا امل انه يتطور. لا هيتطور، فهم الاثنين يعني مكملين بعض. انا ما اعرفش النادي الاهلي لا اتكسف من طاهر ابو زيد لما مشاه، ولا اتكسف من حسام حسن لما مشاه، ولا ابراهيم، وهم كانوا عناصر مهمه جدا، وما اتكسفش من علاء ميقوب لما مشاه، وربيع ياسين وقت ما مشاه، ولا كسف مني لما ما رجعتش انا مثلا النادي الاهلي، لان هو هم الناس شايفه ان المصلحه ان انا مثلا ما ينفعش ارجع. انما ما اعرفش النادي الاهلي يعني في بعض الاوقات كده تحس انه مكسوف، مع ان مش موجود في النادي الاهلي. يعني حته انه مكسوف او النادي الاهلي بيطبق الاحترافيه. وبعدين النادي الاهلي مثلا ما هو مشي في قرار فايلر بان ما يلعبش كهربا على الضجه اللي معموله على كهربا. كهربا لحد دلوقتي ما عملش حاجه للنادي الاهلي. لعيب كويس قوي كهربا، وانا هو كلاعب انا بحترمه جدا كلاعب كوره امكانيات، لكن عنده عصبيه بتخرجه عن شعوره بشكل شغل دماغه بالاعلام بشكل صعب جدا، والمفروض انه يمسك نفسه. يعني المفروض اللعب في النادي الاهلي مختلف خالص. يعني ما يعني لازم لان النادي الاهلي عنده استعداد انه في سبيل ان يبقى عنده انضباط، اتخن لعيب ما يقعدش في النادي الاهلي صح اذا ما كانش عنده انضباط. طيب.